انا احباب نطلب من الله على قدير انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وعافيه جيده ان شاء الله. في الفيديو هذا غادي نتكلموا على واحد المساله اللي هي مهمه والعديد ديال عباد الله ربما ما تعرفوهاش. هي المساله انك ممكن عن طريق يعني التاشيره اللي غادي تمشي بها مثلا ايطاليا، تنتكلم على ايطاليا هنايا، راه ممكن انك تحصل على عقد عمل وممكن انك يعني تسوي الوضعيه ديالك. لكن قبل ما نتكلموا في هذه المساله هذه ضروري ندوزو نشوفوا واحد المساله ديال اللي تتعلق بشنو هما الاوراق اللي يخصوك باش انك يعني تحصل على التاشيره، خصوصا التاشيره ديال من اجل زياره عائليه او زياره ديال الاصدقاء. ما نطولش عليكم بزاف، نخليكم مع هذا الفيديو هذا. باغيين يعني يمشيوا لايطاليا، مهم باش ما نطولش عليكم الموقع وهذا انفو غادي تدخلوا هنايا. كاين اربعه ديال لي دوماندي بير سابير سي بيزونيو ديال فيزو دانجريسو بير فينير ان ايطاليا، اربعه ديال يعني ديال باش تعرف واش انت محتاج الفيزو هذا التاشيره للدخول الى ايطاليا. هنا كما تشوف معايا هنا تيدي الانسان الناسيوناليتي ديالو، حنا نديرو المغرب مثلا يعني باش تعرفوا اي حاجه يعني داكشي اللي غادي تحتاجوه يعني من الموقع هذاك. هذا راه موقع رسمي ديال فرنزينا ديال ايطاليا، يعني ما غاديش تيهو يعني داكشي اللي مكتوب هنا راه هو اللي كاين. لا توا ناسيونال تاع ماروكو البيز كوي ريزيدي ستابيلمنتي، البلد اللي انت مقيم فيه دابا حاليا. طبعاً الحال دائما غنديرو طبعاً الحال غنديرو دائما المغرب. المهم انتم تشوفوا معايا اخوتي، نحاول باش نطول عليكم بزاف هنا باش تعرفوا لا دولاتا ديال تو سيجورن يعني الاقامه ديالك واش في حدود يعني 90 يوم 90 جورني ولا اكثر، اول تري 90 جورني ولا اكثر من 90 يوم. حنا نديرو مثلا 90 يوم 3 اشهر، الاغلبيه ديال لي فيز يعني تياخذوا من الانسان فيهم 3 اشهر. المهم نديرو 3 اشهر فينو 90 جورني 90 يوم. الموتيفو ديال سوجورنو عندكم هنايا نتوما، يا اما توريزمو يا اما توريزمو وكذلك يعني فيزيتا فاميليا يعني او العائله او الاصدقاء. كذلك كاين الافاري، كاين ادوتسيوني يعني شي واحد التبني، كذلك كوري ميديكي العلاج من اجل العلاج، غارا سبورتيفا. المهم عندكم كلشي، لابورو اوتونومو يعني اكتيفيتا سبورتيفا مثلا، لابورو اوتونومو فيغوري سوشيتاريا. المهم كاين بزاف هانتوما يا كلشي عندكم، على الترانسبورت واي حاجه بغيتوها. حنا نديرو مثلا الاغلبيه اللي تيبغيو عباد الله هو هذا ديال توريزمو فيستا فيزيتا، سمحوا لي فيزيتا فاميليا اللي هو هذا. غنوركو عليها وغادي نمشيو باش نعرفو هاد لي دوماندي لي ريسبوستي على لي دوماندي اللي حطينا دابا هنايا. هاد ربعة ديال لي دوماندي هما هادو ربعة ديال التساؤلات يعني باش تعرف يعني كل ما يلزمك للحصول على التأشيرة. وغنديرو فاي لي ريسبوستي كيما تشوفو معايا. لي دوماندي سون تيرمينو سيسيون سيسيون. المهم حطو لينا هما هنايا كلشي المسائل كيما تشوفو معايا. داكشي اللي طلبت ناسيوناليتي ماروكو، ريزيدنسا ماروكو يعني إقامة عندنا في المغرب. هاد التأشيرة بغيتها يعني تقريبا بغيت 3 شهور تقريبا في حدود 3 شهور. الموتيفو ديال سوجورنو توريزمو يعني السياحة، فيزيتا ديال العائلة أو أصدقاء كما هو مكتوب وواضح هنايا. هما هادو لي دوكومنتي المودولي اللي خصكم يعني تحصلوا عليها للحصول. خص تكون عندك هاد المسألة دي كاملة، فورمولاريو بير دوموندي ديال فيزو دانجريسيون. كاين واحد الفورمولاريو خصو يتعمر اللي هو هنايا. المهم ندخلو نشوفوه يعني باش تعرفو تا هو كذلك. باي المودولو كومبيل المودولو اونلاين، تستامبي المودولو، كومبليتا المسائل كاملة، تروا كونسيني المودولو. المهم ان راه كاينة خدمة في هاد المسائل هادي باش تعمرو المودولو. المهم ندخلو نشوفوه، شوية كونيكسيون شوية تقيلة. هو هذا المودولو كيما تشوفوه معايا،
يعني خصكم تعمروا هذا الموضوع في الكونيومي، كونيومي كونيومي على ناشطة، نومي ناسيوناليتا، لوغو ديال ناشطة فين زاديتو لا داتا. المهم تتعمروا فيه كل شيء. المسائل الانسان يدخل ليه وغادي يشوف هذه المسائل هذه على راحته. فوتوكوبي ديال ريتينتيد انفورماتو تيسيرات صورة عادية، دوكومنتو ديال فياجو ان كورسو دي فاليديتا، يعني باسبور المسائل، سكادينسا سوبيريور دي المينو تريميزي، يعني ما يكونش فيه تلت شهور، يكون اكثر من تلت شهور يعني الباسبور اللي عندك. اكويلو ديال فيستو ريكيستو المينو تريميزي، اكويلو ديال فيستو ريكيستو، عندك تلت شهور على الاقل خص تكون فيه تاهوايا باسبور اكثر من تلت شهور. تيتولو دي فياجو دي انداتا ريتورنو بي ديالك تبري ولا برينوتاسيوني اوفيرو ديمونستراسيون ديال ديسپونيبيليتي ديال الميزي دي. مهم تبين على انه يعني ما عندك حتى مشكل في المساله ديال الترونسبور ديال الالي والروتور. ديمونستراسيون ديال البوسيسو ديال الميزي اون ايكونوميتشي، يعني عندك الفلوس المسائل باش تحمل المصاريف ديالك كذلك لي ميزوري بريفيسي. مهم راه كلشي خوتي مكتوب هنايا والقوانين هنايا، والديمونستراسيون طبيعه الحال تكون عن طريق حتى هي واحد نشوفو فيزواليزاسيون كيما كاتبين هنايا. ويعني المينيستر ديال الانترنو مهم جميع ما يتعلق بهاد المسائل، راه تقدروا ديروا الترجمه اخوتي لهاد المسائل هادي وغادي تشوفوا يعني راه ما كاين حتى شي مشكل. دوكيمنت جيستيفيكاسيون ديال لا بروبري كونديسيون سوسيو بروفيسيونيل، يعني الخدمه ديالك، شي اتيستاسيون ديال الخدمه ضروري حتى هي. اسيكوراسيون سانيتاريا تايدا ضرورية، دير واحد السيكوراسيوني. الكوبيرتورا يعني مينيما ديال 30,000 الأورو بير لي سبيزي بير ريكوفيرو سبيدالييري الله يسر شي حاجة ارجون، اي لي سبيزي دي ريمباتريو او في حالة يعني وقعوا في مشاكل كذلك يقدر يتم يعني الترحيل. فاليدي ان توتو لاريا شينغل، وتكون فاليدة يعني في كل لاريا ديال شينغل ديال اوروبا ماشي غير في ايطاليا، طبعا الحال راه فاليده في اوروبا كامله هاد لاسيكوراسيون اللي غادي يدير الانسان. ديكياراسيون ديال لوسبيتاليتا تاهي ندخل نشوفوها ضروري، اللي غادي يستضيفك يعني الناس يديروك الضيافه هنايا يعمروا هاد الورقه هادي سيتو سكريتو اللي غادي يديروك الضيافه، راه هما هادي الورقه اللي غادي يعمروها. المهم راه كلشي تقدروا تسكاريكيو وكلشي يعني راه ماشي المسائل ماشي صعيبه بزاف. ديكير دو فور كاريكو دي لي سبيز دي سوزمن دي رانتي سو جورنو. المهم تي ديكلاري فيها الانسان انه غادي يتحمل بجميع المصاريف ديال هاد السيد اللي غادي يجي. هي هادي الديكلاراسيون ديال غارانسيا، هذا اللي غادي يضم لك يعني في السكن وفي الاقامه ديالك فاش غادي تجي تمايا لايطاليا. كما تشوف معايا هنا يعني كلشي واضح. دوفيركي ديال فيستو الكونسولاتو، كاين الكونسولاتو ديال ايطاليا في كازابلانكا 21 زنقة حسن السكتاني كما تشوفو هنايا 2020,000 في كازابلانكا. الرقم ديال التليفون ها هو هذا تشوفو فيه تا هو كذلك، اتصلوا بهم 00212522437437 سمحوا لي 070، او يعني تقدروا تدخلوا للموقع اللي هو www.consacasablanca.it او دخلوا هنا فيسي كازابلانكا استري.it. المهم هادشي اللي كاين اخوتي، يعني راه الموقع تقدروا تدخلوا ليه، وكاين كذلك في الرباط كما تشوفوا معايا هنايا لومباساتا ديال ايطاليا في رابه الزرقاء ادريس الازهر، الرقم التليفون هو هذا 00212532197970. وكاين كذلك الموقع تاع هما ديالهم باش انسان يدفع الطلب ديالو. ديريتي ريكوسبوني والخلاص تقريبا ديال الفيسو كما تشوفوا معايا 80 الاورو، ولا 80 الاورو سال فوكوسي بارسكولاري، ممكن ان تكون كمصاريف اخرى من غير 80 اورو، تقدر تكون شي مصاريف تقدر تكون مصاريف اخرى من غير 80 اورو، يعني كما هو مكتوب هنايا. هادشي اللي كاين
هادشي اللي كاين. شوف الفالور ديال 80 اورو يعني راه تحولوها تخلصوها بالدرهم بطبيعة الحال، ما تخلصوهاش بالاورو، يعني غتكون واحد اكثر من 16 ريال، 16 ريال وشي حاجة تقريبا. يجي ايطاليا هادشي اللي كاين. الموقع هو هذا كما تشوفوا معايا اخوتي، فارنيزينا الفيستو بير ايطاليا. يقدر يدخل الانسان ويدخل ويشوف، يدير الفيستو بير ايطاليا راه يخرج ليه الصفحة هذه ديال الفارنيزينا. هادشي اللي كاين كما شو معايا اخوتي في هذا الموقع هذا، يعني راه ممكن تحصلوا على جميع المعلومات اللي غادي تخصكم باش تحصلوا على الفيزا، سواء زيارة عائلية او للعمل او للدراسة او للرياضة، المهم اي نوع من انواع ديال التأشيرة ممكن انكم تعرفوا عليه وتشوفوه هنا في هذا الموقع اللي قلت لكم. المسألة المهمة كما قلت لكم اللي العديد ربما ما تعرفوش، هي انه الا مشيتي بالتأشيرة ديالك سواء لزيارة عائلية او الاصدقاء او للسياحة فقط مثلا مشيتي، راه ممكن اخوتي يعني ديك المدة اللي توصل فيها نتايا تما ايطاليا مثلا، باقي ما سالاتش لك الفيزا، لقيتي عمل ولقيتي شي سكن، لقيتي شي حد اللي غادي يضمن لك مثلا بالسكن ويشوف لك شي كونترا ديال الخدمه، وبطبيعه الحال بمساعده ديال المحامي باش يسهل عليك الامور، يعني راه ممكن انسان انه انسان يبدل الاوراق ديالو وممكن يحصل على رخصه ديال الاقامه في ايطاليا. هذه المساله دي اخوتي يعني راه العديد ديال عباد الله ما تعرفوهاش، ولكن المساله راه هي قديمه ماشي جديده، ولكن للاسف بزاف ما تعرفوهاش، بزاف يعني ديال الناس مساكن مشاو بتاشيره ودوزوا واحد 3 شهور ولا دوزوا واحد 4 شهور تمايا وتتسناو يعني في القانون انه تفتح قانون ولا تكون سناتوريه. راه بلا سناتوريه الناس اللي تمشيو بتاشيره عن طريق تاشيره راه ممكن انكم تسووا الوضعيه ديالكم يعني بدون انه تكون يعني سناتوريه او يكون قانون لتسويه الاوضاع ديال المهاجرين في ايطاليا. نتمنى ان هذه المساله دي تفيد العديد ديال الاخوان. بطبيعه الحال ما تحرموناش من الدعم ديالكم للقناه بالاشتراك وبواحد لايك، ونتلاقى معكم في فيديو اخر ان شاء الله. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.